أهلا بكم. صدرت حديثا للكاتب والجامع المغربي موح الناجي رواية جديدة باللغة الفرنسية بعنوان النور الهادئ. الرواية من منشورات دار مرسم بالرباط، وهي الثانية بعد روايته الأولى شجرة زيتون الحكمة التي صدرت عام 2017. يحكي النص قصة مغامرة طبيب مغربي تشبه السيرة الذاتية، تروى بأسلوب رقيق وروح الدعابة أحيانا. محن أحمد المولود في قرية صغيرة في سفوح الأطلس المتوسط في قلب أسرة فقيرة في فترة تسبق نهاية الحماية الفرنسية، بفضل التعليم والتكوين وبدون إنكار أصوله الأمازيغية في مغرب ما بعد الاستقلال السريع التغيير، أصبح أحمد طبيبا منذ ذلك الحين، وبدأ كل شيء ناجحا بالنسبة إليه، حياته المهنية وكذلك حياته الأسرية، حتى ذاك اليوم الحزين عندما أخبره طبيبه بأنه يعاني من مرض عضال حيث يبدأ نضاله الأكبر. من خلال هذا المسار الإنساني تعود الرواية إلى حقبة كاملة من تاريخ المغرب الحديث بأفراحها ومآسيها وآمالها وآلامها. تنتقل هذه الرواية بين المغرب إلى بقية العالم، من أمريكا إلى أوروبا وإفريقيا، وتتحدث بلغة القلب والإخلاص واللعنف وحب الإنسان والأشياء والكائنات في الطبيعة الخلابة للمغرب، الصحراء، الأطلس والريف. وعند التفكير في هذا المصير الاستثنائي لأحمد يكتشف القارئ عالما كاملا يعيش بحنان وفخر، عالم جميل وشاعري وصادق. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.